هذا جيش إثيوبيا يزحف صوب حدود الصومال، ولربما اعتقد أن الرعب سيدب في أوصال من يهمه ويفزعه الأمر. لكن مهلا، على هامان يا فرعون، فالأمر جاء لجيش مصر أن صوب الصومال سر، وليس صوب حدودها بل إلى عمق أراضيها، لتكون قوة مصر عصب قوات حفظ السلام فيها. ولنزيد من شعر الصفعة المصرية لإثيوبيا بيت هجاء مسلح، فها هي الأسلحة المصرية تتقاطر على الصومال، فيها ما يشتهونه من أكثر أنواع الأسلحة فتكا وأكثرها تطورا. حسنا، بعد كل هذا بات الأمر واضحا، فإن كانت إثيوبيا تريد استعراض عضلاتها على حدود الصومال لتفرض وصولها إلى البحر الأحمر عبر ميناء تريد استئجاره في صوماليلاند الانفصالية عن الصومال، فإن عضلات مصر باتت مفتولة وأكثر في قلب الصومال. ومن أجل فهم القصة أكثر، لنبدأ من هنا، من اللحظة التي حركت فيها إثيوبيا قوات عسكرية إضافية إلى إقليم أوغادين الصومالي بذريعة الخشية من التهديدات المتزايدة التي تسببها قوات الأمهرية وقوات الأورومو على سلامة القواعد العسكرية في الإقليم، وسط انقسام الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى فصيلين. فيما يبدو أن حقيقة الأمر لا تخرج عن أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بات على يقين بالتحديات الأمنية والعسكرية التي خلقتها الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال لإنشاء منفذ بحري لأديس أبابا، ما أثار غضبا صوماليا واسعا. وهكذا بتنا نستطيع أن نرى كيف انتشرت القوات الإثيوبية ليس فقط على طول الحدود الصومالية الإثيوبية، بل وأيضا داخل أراضي الصومال في نقاط محددة. تزعم إثيوبيا أنها لمنع تسلل عناصر من حركة الشباب إلى داخل أراضيها، إلا أن محللين ذهبوا إلى أن ادعاءات إثيوبيا ليست إلا تبريرا لوجود قوات في أرض دولة جارة بهدف شن حرب حال اقتضت الحاجة، أو حال شعر أبي أحمد أنه قادر عليها، خاصة وأنه اليوم ما زال عاجزا عن هذه الحرب، لأنه إذا شن الإثيوبيون حربا داخل جنوب الصومال في الأراضي العميقة سيواجهون مقاومة كبيرة من الصوماليين أولا، وثانيا لأن مصر اليوم باتت هناك وهي بالمرصاد لأي خطأ قد تقترفه أديس أبابا. ولهذا فإن محللين عسكريين ذهبوا إلى أن جيش إثيوبيا سيكتفي اليوم بعمليات عسكرية محدودة في الأراضي الصومالية بالقرب من زايلة فقط، على أن يتحضر لمواجهة أوسع محتملة في المستقبل القريب، وهي حرب قد يحتاج إليها أبي أحمد في مرحلة ما، خاصة وأنه يقوم اليوم بتغيير بعض الوحدات في الصومال بوحدات أخرى ضمن مساع للإيحاء بأن إثيوبيا مهددة حتى يوحد الإثيوبيين تحت قيادته، في وقت تشهد البلاد اضطرابات عنيفة منذ أبريل الماضي، حيث نزح أكثر من 50,000 شخص من منازلهم في شمال البلاد بسبب المعارك الضارية. وأمام هذا الواقع كان لابد لمصر أن تتحرك، وهذا ما يمكن استقصاؤه من تصريحات مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية أكدت أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة تظهر بما يدعو مجالا للشك تحديا من مصر والصومال معا لإثيوبيا في الجانب الآخر. وبالطبع فإن مصر التي تعرف كيف تخطط جيدا حال عقدت التحالفات وقررت لجم أحد ما، حيث عملت مصر على تعزيز علاقاتها بالصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال. وما إن وصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة، كان لابد من ظهور القاهرة القوة الكبرى في المنطقة لتأخذ على نفسها عهد لجم إثيوبيا عن الصومال، خاصة وأن خلاف القاهرة مع أديس أبابا بات نارا على علم منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية. وهكذا تحركت مصر على الفور لتوقع بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو، كما تعهدت بأن تكون المشاركة الأكبر بقوات بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال. كما لا يخفى على أحد التنسيق المصري التركي لواد أطماع إثيوبيا في الصومال، وهنا
يمكن أن نرى كيف يتسق البروتوكول المصري الصومالي مع آخر دفاعي مع تركيا تم توقيعه بين أنقرة ومغاديشو أواخر فبراير الماضي، ويتضمن دعم الأصول البحرية للدولة العربية الواقعة في القرن الإفريقي، وردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال. وهنا قد تثور تساؤلات حول إمكانية تعارض اتفاقي القاهرة وأنقرة مع مغاديشو. أما الإجابة فيمكن أخذها مما قاله محللون عسكريون وسياسيون، ومفاده أن القاهرة تضع نصب عينيها في المقام الأول الاتفاق بين إثيوبيا مع أرض الصومال يناير الماضي، ولهذا ستسعى بشكل مباشر لتعزيز علاقاتها العسكرية مع الصومال بشكل خاص ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام، لمواجهة ما يمثله الاتفاق الإثيوبي من تهديدات لمصالحها وأمنها القومي. وبالنظر لهذا الهدف يمكن التأكيد بأنه لا يتعارض مع اتفاق مغاديشو مع أنقرة الذي ينحو صوب الغاية نفسها، وهو دعم مغاديشو لتحقيق هدفين مباشرين: الأول القضاء على الأنشطة المزعزعة لمنظمة الشباب التي خرجت من عنق الجماعات المتطرفة، والثاني وقف التغول الإثيوبي على الأراضي الصومالية بعد الاتفاق الذي تراه كثير الدول غير القانوني بين أديس أبابا وصوماليلاند. وبالطبع فإن ما يدعم عدم وجود أي خلاف تركي مصري في الصومال عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة بقدر كبير إلى مجراها الطبيعي بعد فترة من القطيعة. فها هي المشاورات تعود على أعلى مستوى بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر، فضلا عن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا. وهكذا فإن مصر تستطيع بل وبدأت تعزيز قدرات الجيش الصومالي بالتدريب والتسليح للقضاء على الإرهاب ومواجهة التهديدات التي تمس سيادتها. كما أن القاهرة لم تقف هنا، بل سترسل قواتها إلى الصومال في إطار قوات بعثة الأمم المتحدة للمساهمة في تأمين هذا البلد العربي واستعادة سيادته واستقراره، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي التي تعد امتدادا للأمن القومي المصري. ولذا سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية مع الدول بهذه المنطقة، وخاصة الصومال، جيبوتي، إرتيريا. ولأن أثيوبيا تعلم جيدا ماذا يعني أن يكون جيش مصر وعديده وعتاده على حدودها، قررت أديس أبابا التصعيد مجددا ضد القاهرة ومغاديشو، وعينت سفيرا لها في إقليم أرض الصومال غير المعترف به حتى الآن، بعد أن خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان ساخط غاضب وحانق كالت فيه التهم للصومال بأنه يتواطأ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار إثيوبيا، وبأن أديس أبابا لن تقف خاملة أمام تهديد أمنها. وبالطبع الجميع يعلم أن ما قصدته إثيوبيا بالجهات الخارجية جيش مصر، الذي تعترف إثيوبيا أيضا أنه إن حضر وضرب فلا ميناء سيكون لها، ولربما حتى حدودا ودولة كما كان يعرفها أبي أحمد يوماً.